أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. تتواصل الاحتجاجات والعصيان المدني في تعز لليوم الثالث على التوالي تنديدا باستمرار انهيار العملة. وخرج المئات من أبناء تعز في مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة مرددين شعارات تطالب برحيل التحالف وتندد بصمت الحكومة تجاه انهيار الريال وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وطالب المحتجون الحكومة بالتدخل لإيقاف تدهور العملة والتخفيف من معاناتهم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين يمكن أن تذهب التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي عمت المحافظات؟ وهل يمكن القول أن التحالف فقد الحاضنة الشعبية؟ وما مصيره في اليمن؟ هذا وشهدت تعز انتشارا أمنيا مكثفا لكافة وحدات الأمن التابعة لإدارة الشرطة العسكرية والشرطة العامة. وقال مركز الإعلام الأمني لشرطة تعز إن الانتشار يهدف إلى حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وتأمين المسيرات التي خرجت للتنديد بهبوط العملة وارتفاع الأسعار. وجددت إدارة الشرطة دعوتها للمتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية وعدم السماح بأي أعمال شغب أو أعمال عنف أو تخريب. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي حول موضوع الحلقة. ويسألونك عن أخبار اليمن، قل قتل وتجويع ومرض ودمار وخراب. ويسألونك ماذا بعد، قل هو شعب لا يقنط. واحكي لهم ماذا يدور في تعز، قل إن صبرها انفض وإن حناجر أبنائها صدحت. هذا فراق بيني وبينكم ولا عذر لكم اليوم. تلك رسالة أبناء المدينة الذين احتشدوا اليوم في شوارعها المدمرة ليقولوا للعالم ما الذي نابهم من انقلاب ميليشيا الحوثي أولا ومن تدخل السعودية والإمارات في بلدهم ثانيا. نحن نحمل التحالف هذا الوضع نتيجة لأنه دخل التحالف الدولار 215، اليوم الدولار 820 ريال. يجب على التحالف أن يتحمل مسؤوليته الكاملة كوننا تحت الوصاية، فيجب أن يتحمل كما تحملت تركيا الوضع السوري للنازحين السوريين، قامت بكفالة 3 مليون سوري، ونحن نطلب من التحالف أن يتكفل بالشعب اليمني. نقول للتحالف أتيت لنصرة اليمن وليس لإنهاء الاقتصاد اليمن، وخرجنا من ضمن ثورة الجياع لكي نقول للتحالف يا إما أن تصلح البلاد أو ترحلوا. تروى الكثير من القصص عن ممارسة الاستعمار لسياسة التجويع على الشعوب، لكن ذلك أصبح غابراً ولا مكان له إلا في كتب التاريخ. أما في اليمن فهو واقع وماثر للعيان على امتداد الجغرافيا اليمنية من البحر إلى البحر. لا بنك مركزي، لا حكومة، لا شرعية، لا تعرف. التعرف هذا يدمرنا، التعرف هذا يدمرنا، ما يحررنا. أين التحرير؟ أين التحرير؟ أين الحكومة؟ لماذا تأكل قوت الشعب؟ ربما في المخيال الإنساني الحديث لا يتصور أن أحدا يموت جوعا وأن طفلا يموت كل 10 دقائق جراء افتقاره للعناية الطبية في وقت أمن فيه العالم على حياة شعوبه وراح يبحث لها عن حياة جديدة ومختلفة. لكن في الواقع إن شعبا بأكمله تمارس عليه سياسة التجويع من أعداء الداخل والخارج، بينما الضمير العالمي يتعامل معه كورقة تفاوض ومساومة لتحقيق مكاسب في خانة الكماليات، ولا أقسى من أن يموت أحد في سبيل رفاهية آخر. إنها طعنة في صميم العدالة وعار في جبن الإنسانية جمعا. أبدأ النقاش مع ضيفنا من تعز الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد، وأيضا سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أستاذ أحمد، أبدأ معك إذن، خروج شعب في تعز يحمل الحوثي والتحالف الانهيار الحاصل وأيضا المجاعة التي يعيشها اليمنيون، هل ما يحدث يمكن اعتباره ثورة ضد الجميع؟ أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، هل تسمعني؟
طيب إذن سنعاود التواصل مرة أخرى مع ضيفنا من تعز الكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد، وفي هذه الحلقة من زوايا الحدث نخصصها لمتابعة تواصل الاحتجاجات وحالة العصيان المدني داخل مدينة تعز لليوم الثالث على التوالي. هذه الاحتجاجات هي ربما خرجت للشارع وحملت سواء التحالف والحكومة أو ميليشيا الحوثي مسؤولية الوضع الذي وصل إليه المواطنين وحالة المجاعة والانهيار الاقتصادي المتسارع وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. هناك مطالبات أيضا في هذه المظاهرات للتحالف والحكومة بالتدخل لإيقاف تدهور العملة وأيضا التخفيف من معاناة الناس. رافقت خروج هذه المظاهرات في تعز كما أشرنا سابقا إلى حالة من الانتشار الأمني المكثف لكافة وحدات الأمن. الجهات الأمنية في محافظة تعز تقول أن الهدف من هذه الانتشار والتحرك الأمني داخل المحافظة هو لحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وأيضا لحماية مسار هذه المظاهرات والاحتجاجات. وأيضا أكدت أنها ستتعامل في ذات الوقت بحزم وبعدم الإضرار بالمتظاهرين، لكن في حال التعرض أو ظهور أي عمل عنف أو اعتداءات على الممتلكات ربما قد تتعامل الأجهزة الأمنية بحزم. إذا ينضم إلينا من تعز الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. إذا هناك إشكالية في الاتصال، سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من زوايا الحدث. إذا من جديد أهلا بكم إلى زوايا الحدث، وينضم إلينا من تعز عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، أستاذ عبد الهادي هل تسمعني؟ إذا يبدو أن الإشكالية ما زالت حاضرة في التواصل مع ضيوفنا من تعز، سواء الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي او الاستاذ احمد شوقي. استاذ احمد. استاذ احمد. ايوه نعم. تسمعني؟ ايوه اسمعك. اذا نتحدث عن الخروج الشعبي والمظاهرات التي خرجت في تعز، وهي ربما حملت كافه الاطراف مسؤوليه ما حدث من تدهور في الأوضاع المعيشية والاقتصادية سواء ميليشيا الحوثي أو الحكومة أو الشرعية. هل يمكن اعتبار أن ما يحدث اليوم في الشارع أنه بداية لثورة ضد الجميع؟ طبعا هي يعني مقدمة وما صارت لي كما يقال ثورة جياع، وهذا هذه المقدمة ليست مبشرة للأسف بأي خير، وبالتالي أعتقد أن الجميع بطبيعة الحال تحمل المسؤولية، لكن يجب علينا أن نعمل على تخفيف وامتصاص هذا الغضب الشعبي والبدء بإجراءات عاجلة من أجل احتواء الموقف، لأنه إذا استمرت هذه التظاهرات وهذا الغضب فسوف تنفجر الأوضاع ولن يستطيع أحد لجم هذا الانفجار، ولن يستطيع أيضا حتى تقوم في نتائجه. طيب كيف يمكن التخفيف وامتصاص هذا الغضب الآن بالنظر إلى الإجراءات التي قام بها سواء التحالف أو الحكومة الشرعية لوقف التدهور في العملة؟ أعتقد أن الخبراء الاقتصاديين بشكل عام يعني أجمعت حول عدد من النقاط، أهمها أن تحرج الحكومة الشرعية إلى ممارسة صلاحياتها في العاصمة المؤقتة عدن، وأن يتم يعني رفع اليد عن كافة الموارد السيادية والموانئ والمطارات والمنافذ البرية والبحرية التابعة للدولة، وأن يتم تشغيلها وأيضا النفط والغاز وتصديره للخارج. كذلك ايضا يجب ان نعرف انه موضوع المنحه 200 مليون دولار هي منحه غير كافيه، ويعني انا شخصيا مع من يضعون ضروره او يطرحون ضروره ان يتحمل التحالف العربي مسؤوليته تجاه هذه المنحه باعتباره تدخل فيها تحت البند الثالث، وبالتالي اصبح في حكم الوصف على البلاد، وبالتالي لابد من وضع معالجه عاجله سواء بوضع وجهه مثلا مبلغ من 5 الى 10 مليار دولار مثلا، او من خلال منح هبات او منح ماليه للحكومه، او من خلال حتى التدخل عبر برامج يعني ان تكون هذه الهبات وهذه المنح او القروض
يعني تعمل عبر برامج مؤسسيه بحيث ان يشرف التحالف نفسه على طريقه الانفاق والتعامل مع الاموال الخاصه به. لكن بالاساس اعتقد ان الحلول هذه الحلول كلها حلول اسعافيه، انما الحلول الاساسيه يجب ان تكون حلول وطنيه، ولن تكون هناك حلول وطنيه ما لم يوجد جيش وطني موحد، ما لم يوجد مؤسسه امنيه موحده يسيطر على كافه المناطق المحرره، ما لم يوجد قضاء يعني مستقل يستطيع الفصل في القضايا وفي ويكون هو الحكم ما بين السلطات بمختلف اقصد مثلا اقسامها. هذه سوف تشجع على خلق بيئه جيده للاستثمار، سنستطيع مثلا دعوه القطاع الخاص للعوده مجددا للعمل داخل الاراضي المحرره والمناطق المحرره، سنستطيع ايضا دعوه الاخوان الشقاء في الدول المجاوره للاستثمار في البلاد، سنستطيع مثلا تبني برامج بالشراكه مع القطاع الخاص او مع مانحين خارجيين او اقليميين من اجل مثلا تبني مشاريع صغيره من اجل تبني مشاريع انتاجيه، لانه بدون وجود حاله انتاج وعمل وبناء واستقرار سياسي وسكينه اجتماعيه داخل البلاد لن نستطيع ابدا ان نحل مشكله الوضع الاقتصادي المتردي، لاننا بحاجه للتصنيع بحاجه للانتاج بحاجه للتصدير، وكل هذا يحتاج الى جو مشجع وجو امن وجو يعني منظمه وجود دوله حاضره بكيانات منضبطه ومتماسكه وموحده. طيب نشرك ايضا معنا الاستاذ عبد الهادي العزعزي من تعز. اهلا بك استاذ عبد الهادي. اهلا وسهلا بك اخي. استاذ عبد الهادي تحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية اليوم، ما الذي يعني خروج هذه المظاهرات وهذه الشعارات ضد الحكومة والتحالف؟ هذا يعني أن هناك فشل عام في إدارة المعركة الحقيقية وهي المعركة الاقتصادية، والمعركة الاقتصادية هي الأساس في المعركة حتى العسكرية نفسها. هناك حالة عامة من الفشل كنتيجة عامة لما هو قائم. طيب ما رأيك بمن يقول أن اليوم التحالف ربما بدأ يفقد الحاضنة الشعبية أيضا بخروج هذه المظاهرات؟ فقدنا الاتصال الأستاذ عبد الهادي. أعود لضيفي من تعز أيضا الأستاذ أحمد شوقي. أستاذ أحمد، هناك من يقول أن هذه المظاهرات وهذه التحركات في الشارع هي اليوم مدفوعة من بعض الأطراف السياسية، كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ هناك أكثر من طرف طبعا هو يعمل على استثمار هذه التحركات، لأنه هذه التحركات ميدانية عفوية، يعني ناس جائعين وغاضبين ويخرجون للتظاهر والاحتجاج على الوضع الذي وصلوا إليه وحالة الفشل والتردي العام الذي أصابت البلاد. وطبعا هناك طرف تعمل على استثمار هذا الغضب وهذه الحالة المتردية وهذا الفشل الحكومي، سواء كان مثلا المدرسة الانتقالي في الجنوب أو بعض القوى في مثلا بعض المحافظات ومنها تعز. ونحن لا نتحدث عن قوة بعينها، وإنما تقريبا مختلف القوى تعمل على استثمار وجر هذه الاحتجاجات لتوظيفها في معارضها الخاصة، ويتفاوت الأمر فقط في نجاح هذه القوى في استثمار هذه الاحتجاجات من عدمه. وأعتقد أن هذا الذي يحدث الآن هو حالة يعني تثبت عدم توافق او عدم وجود مسؤوليه، احساس بالمسؤوليه، احساس بالهم الوطني لهذه القوى. هذه قوى انتهازيه، هذه قوى برغماتيه، هذه قوى وصوليه تسعى لتوظيف الام الشارع وجوعه ووجعه من اجل اهدافها السياسيه ومن اجل تحقيق مكاسب للاسف لم تكن لها مكاسب، لانه الوضع اليوم اصبح اقوى من قدره اي طرف على ان يعني على ان يحله ما لم يتكتف الجميع ما لم يتوحد الجميع تحت رايه واحده وتحت قياده واحده قويه وقادره وشجاعه في مواجهه هذه التحديات، لن نستطيع حل هذا الوضع ولن نستطيع الخروج من هذه الازمه. طيب أنت في بداية حديثك حذرت ربما من تبعات وتأثيرات هذا الخروج وقلت لابد من امتصاص حالة الغضب الموجودة في الشارع، ما هي مخاوفك وما هي التبعات المتوقعة في حال استمرار هذه التحركات في الشارع؟ أخي سامي، أنا أتخوف من انتفاضة الجيع أو ثورة الجيع، لأن ثورة الجيع في العادة هي ليست ثورة سجنية كما يصورها
هذه الانتفاضات ويوم يعتقلوها. طبعا الخروج الجماهيري والتظاهرات هذا شيء طبيعي، وفي بالذات في الحالات الاقتصادية الناس يعني لا تسامح لا الصديق ولا العدو في من يمس يعني لقمة عشها وتخرج في مظاهرات وفي يعني انتفاضات مثلا تستمر لربما لبضعة أيام، لكن تحويل هذه الانتفاضة وتأجيجها لتصبح ثورة تجيع. الثورة تجيع هذه لن توقف الحلول، وإنما تؤدي إلى تفجير الأوضاع داخل البلاد وتصنيف حالة من الفوضى. يعني إذا لم يكن هناك قوة قادرة على أن تسيطر على هذا الجموح الذي في الشارع وأن تستطيع إيجاد حلول وأن تستطيع امتصاص هذا الغضب الشعبي، سوف ينفجر الشارع في وجه الجميع. ولكن لا تحدث عن القوى السياسية ولا تحدث عن الأحزاب ولا تحدث عن الحكومة الشرعية ولا تحدث عن الجيش، بل تحدث عن المجتمع نفسه. المجتمع نفسه سيصل إلى حالة من التراجع، التنحر، حالة من الاقتتال، حالة الاقتتال الأهلي، حالة من التنحر الاجتماعي، حالة من السلب والنهب والقتل، وستصبح إصابات من البلاطجة والسرق واللصوص، هم الذين سوف يتحكمون بعد ذلك في مديريات الأمور على مستوى مربعات تقنية صغيرة. وبالتالي أتوقع بعد ذلك أن تتفكك البلاد، أتوقع أن يحدث مثلا يعني بشرق المجتمع بشظاه إلى يعني فئات ومجموعات صغيرة. بالتالي نحن نريد الآن أن نعمل بأقصى قدر ممكن على الانتصار في غضب الناس، على أن نجد مثلا الحكومة الشرعية يجب أن تقوم الآن بدور أن تشكل خلية أزمات حقيقية، خلية أزمات جادة من قادة حقيقيين يعني شجعان لديهم الشجاعة والقدرة على التعامل مع الرأي العام وعلى التعامل أيضا مع الخارج ووضع المسائل بشكل واضح. نحن لا نستبدل على الحساب، نحن نفرض على جيراننا الآن أن يقوموا بواجبهم تجاه المليين، لأنه إذا لم يتم احتواء هذا الوضع فإن ثورة الجياع لن تكون على اليمن فقط، وإنما ستنفجر وستضر باليمن وستضر بعمان وستضر بالسعودية وستضر بالإمارة وستضر بجميع دول الخليج. الحوثي الآن متربص ويعني يحاول أن يستكمل هذا الورق، وهو يعني ضابط الشارع عنده. إذا صمد الحوثي لبضعة أيام في ظل هذا التدهور أو أسابيع وانفجرت الأوضاع داخل المحاضرات المحررة، يستطيع الحوثي بعد ذلك أن يخضع يعني مناطق كبيرة جدا ولا يستطيع مواجهته في ظل هذا في حالة الفوضى هذه التي قد تشمل البلاد. وبالتالي يجب الحذر، تمام الحذر من إشعال أو تأجيج ما يسمى بثورة الجياح، لأن ثورة الجياح لن يكون لها قادة أو زعماء ممن يعتقدون اليوم أنهم سيكونوا قادة لها وزعماء. بالعكس سوف يظهر منهم يعني أصحاب النعالات وأصحاب الخيارات الفوضوية والعدمية والمدادين، سوف يكونوا هم القادة الذين يحركون هذه الثورة ويوجهوها في أي اتجاه وتستهدف أي شخص وأي فئة وأي يعني طاقة من داخل المجتمع، مثلا التجار أصحاب المال والأعمال، هذا سوف يكون مستهدفين بثورة الجياح. وبالتالي لا تتوقع أي رقابة اقتصادية، لا تتوقع أي تطور اقتصادي، لا تتوقع استثمار أو عملية يعني تصنيع أو إنتاج، بالعكس سوف يدير الاقتصاد سوءا. وبالتالي يجب علينا أن نحذر من حدوث ثورة الجياح، لأنها لو حصلت لا قدر الله لن تقوم لنا خادمة، وسوف نعاني لبضع ربما سنوات من فوضى عارمة وحالة قتل وحالة دهر، ربما تتفكك البلاد إلى يعني كيانات صغيرة جدا وإمارات صغيرة لا نستطيع بعد ذلك أن نجمعها في كيان واحد. طيب تبقى معي استاذ احمد، نعود لضيفنا من تعز استاذ عبد الهادي. استاذ عبد الهادي اهلا بك مره اخرى. فصل ايضا الاتصال بالاستاذ عبد الهادي، اعود مره اخرى للاستاذ احمد شوقي. استاذ احمد اليوم اذا كما تقول هناك اصبح لدى المواطنين ربما حاله توجس من الجميع وحاله رفض ايضا للجميع، ما هي الاسباب التي دفعت الى ذلك؟ طبعا الاسباب هي كثيره جدا. اعتقد ان يعني اولا فشل الشرعيه في اداره ملف الحرب وفي اداره ملف تطبيع الحياه داخل المناطق المحرره، هذا كان له دور كبير في حاله التردي الذي وصل اليها البلد والمجتمع. ايضا كذلك الكيانات الاخرى القوى السياسيه الاخرى التي تتربص للاسف بالسلطه الشرعيه بالتحالف بالمجتمع بالجميع، الكل واحد يتربص بالاخرين من اجل ان يعني يصعد من خلال اخطائه او يبني عليها مواقف او يبني بالشارع. الشارع خلال السنوات من 2011 الى اليوم
من الكثير من النكبات، الكثير من الانتكاسات، فقد ثقته تقريبا باغلب اذا لم يكن كل القوى السياسيه المتواجده على الساحه بسبب هذا التهييج وهذا التحريض الغير المسؤول ومحاوله حل الخلافات السياسيه من خلال استحضار الشارع ومعارك الشارع والشارع المقابل. كذلك في الجنوب الحراك الجنوبي من ثم المجلس الانتقالي الى حقل وبالذات المجلس الانتقالي يعني يشوه علاقه الشارع بالحراك الجنوبي وبالقضيه الجنوبيه، وايضا هناك يعني الشارع فقد الثقه بالقياده السياسيه في الجنوب، اللهم الا بعض القيادات ربما حتى داخل المجلس، هناك بعض القيادات تحظى بثقه داخل الشارع، لكن في النهايه نحن نعرف ان هناك مواقف كانت تقصها عالي جدا ثم بعد ذلك انخفضت. كان هناك دخولات ايضا من قبل التحالف في مجرى العمل السياسي والمطالبات الجماهيريه والصراعات السياسيه الموجوده في البلد، وهذا ايضا يعني اساء الى التحالف وجعل اكثر كثير من يعني الفارو او المعيدين اللي تدخلوا في البلاد خلال السنوات الماضيه. بالتالي الشارع اليوم ليس لديه حليف واضح ومحدد يستطيع ان يجعله حامل لمشروعه لربطه في التحسن والتطوير والتغيير. ليس هناك ثقه والشارع ما في احسن ثقته بالسياسيين، وكذلك ليس هناك قوه جاهزه ولا قوه ايضا قادره على ان تحمل هذا الهم وهذا التحدي وان تصل بنا الى بر الامان. وبالتالي نحن الان بحاجه الى ان يتذكر الاخوه الاشقاء في دول التحالف العربي، المملكه العربيه السعوديه، الامارات العربيه المتحده بشكل جاد وحقيقي من اجل الحفاظ على التوازن ويعني معالجه الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عاجل وفوري. ما لم فانها سوف تكون نارا علينا كيمنيين ونار على جيراننا في دول الخليج العربي، وسوف لن يسلم منها احد، والفلسي متربص ايضا وربما قد يستثمر هذا الوضع لصالحه، واذا حتى لم يستثمره هي ستنتقل في الاخير اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه، وسوف يكتب بنا جيراننا ولن يكون احد بمعزل عن هذا الذي تعانيه البلاد، خصوصا واننا شعب كبير وشعب فقير وشعب لديه صراعات وحروب كثيره وشعب مسلح ونحن في فتره حرب، وبالتالي يعني الوضع مهيئ جدا للانفجار، فلا يعتقد احد انه يمكنه اللعب بهذه الاوضاع لتحقيق مصالحه، اللعب بالناس في هذه الفتره خطير جدا، نحن في فتره حرب وشعب مسلح ويعني الوضع الاجتماعي في حاله احتقان، الوضع السياسي محتقن، الوضع الاقتصادي متردي، فالوضع يعني يشجع على انفجار خطير جدا ويجب ان يتم تداركه باسرع وقت ممكن. اشكرك جزيلا ضيفنا في هذه الحلقه الكاتب الصحفي احمد شوقي. احمد كنت معنا من تعز، وفي الختام تحت طاقم البرنامج ومنتج حلقه هذا المسلسل من ماهر ابو المجد.